أصبحنا وأصبح الملك لله. من البارح أمطار غزيرة ما شاء الله تبارك الله. نبي نفطر في الحديقة وانحرمنا منها. ما لله تحت المظلات. كان مكان الدنيا. وصلنا إلى كاتماندو، وصلنا إلى المطعم التايلندي. أنا إذا جيت الديرة هذه لازم إني أتغدى وأتعشى. صراحة عندهم سمك خطير حيل. خلونا نشوفهم الحين، أعطيكم عنهم تفاصيل أكثر إن شاء الله. عندهم جلسات، إذا تبي جلسة فوق أو تحت في الحديقة. عندهم صراحة جلساتهم حلوة وطبخهم بعد حلو، السمك حلو. هذا المطعم التايلندي هنا عندهم كله أكل بحري، لكن شغلهم والله عجيب عجيب عجيب. والله الأجواء هذه ما يبغى لها إلا سمكة تطبخ على تحت لا نار تلهى. الله هذه حلاة السمكة مع الأمطار ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. أنا دائما أنصح في كاتماندو تستأجر في منطقة ثاميل. ثاميل هي المنطقة المركزية والمنطقة السياحية في كاتماندو. كل الأسواق عندي. هذا صديقنا مسلم أنصح به، وأنا فندقي قدامي هنا، وأي شغلات تبيها قريبة حولك هنا تأخذها، ما تحتاج سيارة ولا تروح مشوار ولا
من ذلك اني انصح بالسكن دائم في المنطقه المركزيه اللي هي ثامين في كتمندو. نبي العشاءات فلافل. فلافل يس. والله قلنا نضبط الفلافل وحط حمص وافريتينج اوكي؟ يس. عنده انواع الفلافل والكباب والشرب السعد اكله مو يعني مو حلال. فلافل ما عندك مشكله. خلنا نعيش ببساطة نسلق بيض وبطاطا نسلق بيض وبطاطا ما هي قلة مصاري جيبي مليان فراطة جيبي مليان فراطة خلنا نعيش ببساطة نسلق بيض وبطاطا نسلق بيض وبطاطا ما هي قلة مصاري جيبي مليان فراطة جيبي مليان فراطة خلنا نعيش ببساطة نسلق بيض وبطاطا نسلق بيض وبطاطا ما هي قلة مصاري جيبي مليان فراطة جيبي مليان فراطة.